لهذا اليوم، حيث شكل مهرجان فوتوميد في دورته الرابعة في بيروت فرصة لعرض عشرات الأعمال لمصورين لبنانيين وعالميين أيضا من مختلف البلدان المطلة على المتوسط. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. بيروت بعيون مصورين لبنانيين وأجانب التقطوا صورا تظهر نواحي متعددة من المدينة بأزمنة وأوقات ورؤى مختلفة. فقد شكلت العاصمة اللبنانية محورا من محاور مهرجان الصورة المتوسطي فوتوميد، من صور لبيروت في خلال الحرب الأهلية إلى صور حالية للاجئين سوريين وفدوا قصرا إلى العاصمة اللبنانية وباتوا جزءا أساسيا من صورتها. أيضا عن بيروت صور لليل المدينة المختلف عن نهارها. من المهم جدا أن نرى الطريقة التي رأى فيها المصورون المشاركون في هذا المهرجان بيروت. نعيش حاليا عصر الثقافة البصرية بسبب انتشار الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن المميز أن الصور الموجودة هنا تدفع الناس إلى التفكير. إلى جانب بيروت، تمحور فوتوميد في دورته الرابعة على مواضيع السينما والشعر تحت الأنقاض وحقبة السبعينات من القرن الماضي، مقدماً أعمالاً لمصورين لبنانيين وعالميين من مختلف البلدان المطلة على البحر المتوسط. الهدف لمهرجان فوتوميد هو أنه يكون في تواصل حوار بين الفنانين اللبنانيين والفنانين العالميين يلي بيجوا على هذا المهرجان كل سنة، ففرصة للتعاون، لتبادل الخبرات، لتبادل كل الأشياء بفن التصوير، يقدروا يتواصلوا. مع ازدهار وسائل التواصل الاجتماعي، يحتل التصوير موقعاً متقدماً بعدما بات في متناول الجميع. مهرجان فوتوميد يسلط الضوء على هذا الواقع، مظهراً قيمة التصوير إنما كفن سهل ممتنع. كلودي أبي حناء، الغد، بيروت.